يعني أنا لسه كنت هسألك عن ريني فايلر، كيف تحول الارتباط، أو يعني كيف أصبح ديفيد مدرباً أو مساعداً لريني فايلر؟ بقى نشتغل مع بعض. دربنا في اندرلخت، كان هو مدرب وانا مساعد بتاعه، بس في بينا صداقه يمكن ترجع لاكثر من 25 سنه من ايام كنا بنلعب مع بعض. لعبنا في منتخب الناشئين، المنتخب الوطني، المنتخب الاولمبي، وكان حلمنا مع بعض ان في يوم من الايام نشتغل بعد ما نخلص كره القدم، نشتغل كمدربين مع بعض فعلا، ونجحنا نحقق الحلم ده. اشتغلنا في اندرلخت ونجحنا، ودلوقتي مشغلين مع النادي الاهلي. بس اصل هي الناس دايما بتحب تعرف الكواليس دي، ليه اختار فايلر ديفيد سيزا يكون معاه في الحاجات دي، ان انتوا بقى لكم 20 25 سنه ناس حابه الحاجات دي وبتحب الحاجات دي يعني. أعتقد في مهنة التدريب ده مهم جدا إن في ثقة متبادلة. ده أساس العمل. بين المدرب الأول والمساعد بتاعه لازم يكون طبعا في ثقة، وطبعا يكون يتفاهموا كويس مع بعض. أنا فاهم فايلر من زمان، بنشتغل مع بعض، نفهم بعض يمكن أكتر ما يفهم حد تاني، وده أسباب نجاح شغلنا مع بعض. وطبعا هو طريقة شغله مع اللاعبين، هو ليه شخصية مع اللاعبين وليه شخصية مختلفة، فبنكمل بعض، فسهل احنا نشتغل مع بعض، بنكمل بعض ونحقق النجاح مع بعض. التكامل، إذا شخصية وشخصية مختلفة، يجب أن يكون هناك تكامل ما بين المدير الفني والمدرب العام. طبعا ده مهم جدا التكامل، لان هو طبعا هو المدير الفني وانا المساعد بتاعه، لكن في فريق عمل لازم الكل بيشتغل كويس مع بعضه، وفي تفاهم حتى مع اللاعبين ومع افراد الجهاز، كل افراد المنظومه لازم يشتغلوا كويس لمصلحه النادي، وعشان نحقق افضل حاجه ممكنه نحقق بيها نجاح للفرقه.